الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا الله الله يا ربينا على مسلمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا الله ندعيلهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الرابع مع الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه العظيم رياض الصالحين. لكن نبدأ بالدعاء لهذا المسجد المبارك ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، فقد جعله الله مثابة لطلاب العلم من مشارق الأرض ومغاربها. هذا المسجد فقط خلال قرون وقرون وقرون تخرج على يديه علماء المشارق والمغارب، قبل أن تكون هناك كليات وقبل أن تكون هناك معاهد، وكانت فيه نظام الرواق الرواقات، كان كل دولة وكل شعب له مكان يسمى الرواق، طلاب يأتون إلى هذا المكان، رواق الأتراك، رواق الصعايدة، رواق فلسطين، رواق مش كل جهة لها رواق يأتي إليه الطلاب. ولذلك شيخنا الشيخ أحمد الطالب الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا الله الله يا ربينا على مسلمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا الله ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قضية خطيرة جدا، تلي المسلمون بهذه البنوك التي تغولت وأصبح كل شيء لازم صاحبه عشان يقضي مصلحة لازم يروح البنك، اللي عاوز يشتري سيارة المعرض يبعته على البنك، اللي عاوز يشتري مسكن من الحكومة لازم يعد على البنك، اللي عاوز يجيب شوية سماد للزراعة بتاعته بنك القرية. أصبحت البنوك هي الحاكمة للأسف في البلاد. طيب المهم، فوائد البنوك عندنا هي قرض من القروض، لأن مجمع اللغة العربية لما عرف البنك، أصل كلمة بنك دي كلمة إيطالية، لأن البنك أول ما نشأ في إيطاليا، فعلماء اللغة العربية مجمع اللغة العربية لما عرب هذه الكلمة كلمة بنك قال هي عبارة عن مؤسسة تتولى الإقراض والاقتراض، تأخذ الأموال من الناس لتعمل بها ثم تقرضها للآخرين وتحصل على فائدة تقتسمها مع صاحب المال. وأيضا قانون 726 الذي قامت في ظله هذه البنوك برضو عرف البنك بأنه مكان للقرض والإقراض. القانون نفسه اللي نظم عمل البنوك في مصر قال هي مؤسسة تتولى استخدام الناس الأموال من الناس لتعمل بها ثم تعطيهم شيئا من عائدها، ما تقبله يسمى قرضا
ثم تقرضه لأصحاب المشروعات وتأخذ منهم فائدة عظيمة. الزميل الكريم والشيخ اللي هو أصبح الآن مشهور في وسائل الإعلام يعرض هذه القضايا، عرض هذا الكلام بأمانة، ثم جاء إلى آراء العلماء في فوائد البنوك. قال هناك عالمان فاضلان جليلان قال بأن فوائد البنوك حلال، فوائد البنوك حلال، وسماهما الشيخ علي الخفيف والشيخ محمد سيد طنطاوي. فعلا شيخان جليلان عالمان فاضلان، لكن من قال بالحرمة هم جماهير العلماء، جماهير العلماء من المذاهب الأربعة على امتداد التاريخ الإسلامي. سبحان الله العظيم، كيف يقال هناك رأيين؟ لا يقال هناك رأيان، لأن الذي أباح أو قال بالإباحة عالمان حتى لو كان فاضلا، لكن الذي أتى بالحرمة الكتاب والسنة وجماهير الفقهاء على امتداد التاريخ الإسلامي. هذان العالمان أذكر مجموعة من الأدلة أهمها على أن البنوك الآن لا تعمل بالقرض والإقراض، إنما هي نظام مضاربة، تأخذ الأموال تضارب فيها ثم تقتسم الربح مع أصحاب الإيه؟ الأموال. هذا الكلام غير دقيق، ويقول إن الربا هو ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، بس أما ما جاء في آيات سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يا أيها الذين اتقوا الله وازروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا. هذه الآيات تقول لا، هذه الآيات يراد منها ما جاء في الآية السابقة وهي لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، وبما أن الربا لا يكون إلا أضعاف مضاعفة إذن الربا البسيط لا يعتد ربا، الربا البسيط يعني النظام المعمول الآن في البنوك وغيره ليس من الربا. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. آية لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، هذه الآية القرآن ذكرها لصورة قبيحة من صور الربا في الجاهلية، صورة قبيحة في الجاهلية. إيه الصورة دي؟ الرجل حين يقترض مثلا 100 دينار من الشخص الآخر، يأتي له في آخر العام يقول له تسدد أم تربي؟ إذا قال سدد خلاص، إذا قال أربي طيب المئة العام القادم أخذ منك 200، في نهاية العام التالي يأتي تسدد ولا تربي؟ والله ما فيش سداد، نربي. 200 يكونوا 400 العام اللي بعد منه. هتسدد ولا تربي؟ لا نربي، ما فيش سداد. خلاص ال 400 يكونوا 800، وهكذا المبلغ دائما ايه؟ يضعف. هذه الصورة القبيحة التي ذكرها القرآن عن ربا الجاهلية، ربا الممقوت. لكن كل قرض جر نفعا فهو ربا، حتى ولو كان شربة مية، كل قرض جر نفعا فهو ايه؟ فهو حتى ولو كان شربة ماء. ولذلك العلماء اللي عندهم شيء من الورع يقول لك انت اذا كنت ماشي بجوار جدار الشخص الذي استلف منك مبلغ من المال لا تجلس في ظل جداره، شوف الدقة وصلت لغاية فين، لا تجلس في ايه؟ ظل الجدار بتاعه، عشان معناه انك انت استفدت، ما دام انت اقرضته معناه هتستفيد مني وهو ظل الجدار.
يعني مسائل دقيقة جدا، لكن احنا لا نقول هذا امر صعب، انما اهل الورع لهم فقههم. نقول يعني الربا هو الربا، يعني الناس الخبساء ضحكوا على المسلمين او ضحكوا على الناس جميعا، سموا الربا فائدة، وهو المسلم حين تقول له كيف تأكل الربا لا يتحمل كلمة الربا، يتنطط أنا أكل الربا أنا أكل الربا، لكن لما تقول له أنت بتأكل فايدة، كلمة فايدة يعني خفيفة على القلب خفيفة على اللسان، فكلمة فايدة أصبحت على ألسنة الناس، فايدة 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 أو عائد. المهم هو الشيخ عرض القضية هذا العرض يعني الأمين، لكن في النهاية قال يا ريت احنا عندنا نرخص لصناديق التوفير في الربا في الفوائد عشان نشجع الناس على الادخار، كأن احنا اصحاب الحل والحرمة، كأن نحن ايه اللي نحلل ونحرم، نرخص لهم في ايه في الفوائد حتى نشجع اصحاب الايه اموال على الادخار. طيب، واما بالنسبه للبنوك يا ريت اهل البنوك لا يذكرون كلمه قرض واقراض، لان كلمه قرض واقراض واضحه ان القرض ما دام جرى نفع هو ربا، امال نسميها ايه؟ بلاش نسميها قرض واقراض، نسميها مضاربة، نسميها إيه؟ هل تغيير المعنى في الفلوس المأخوذة على المال المودع بدل ما نسميها قرض أو فائدة قرض نسميها مضاربة أو ربح مضاربة؟ هل هذا يعني يحللها؟ هل تغيير الألفاظ من لفظ إلى لفظ ومن معنى إلى معنى هل يحللها؟ التحليل لا يكون بهذا، التحليل له أصل. لو البنك عاملني بالمضاربة في حاجة مهمة جدا أنا لا أرضاها لنفسي، وهي إيه؟ البنك حين يقول لي هذه المضاربة أنا أخذ منك قرض، لا الوديعة دي هسميها أنا إيه؟ مضاربة. طيب، شرط المضاربة أن تكون بصفة أمانة، المال اللي أخذ البنك وديعة هذا أمانة، لو ضاع منه أو خسر لا تطالبه بشيء. شوف، لأن عامل المضاربة حين تؤتيه مبلغا من المال عشان يشتغل تجارة فيه، فإذا خسر أو ضاع المال لا شيء عليه، هذا هو نظام المضاربة. العامل في المضاربة أمين، إذا قال لك المال خسر أو ضاع لازم تصدقه ولا شيء عليه. هل البنك كذلك؟ هل البنك تسمح نفسك انك انت تعطي مالك في البنك وديعة وقال لك الله المال خسر ولا المال ضاع تسكت لا تطالبه بشيء؟ ابدا، كل الناس متأكد تماما ان المال الذي يضعه البنك محفوظ ثم يأخذ عليه فايدة والمال محفوظ، حتى لو خسر البنك ماليش دعوة، لو احترق البنك ماليش دعوة. يعني هذه مغالطة، هذه مغالطة، قال نسميه مضاربة ولا نسميه قرض. طيب أحكام المضاربة فين؟ هل طبق لي أحكام المضاربة؟ طبق لي أحكام المضاربة عشان ممكن يصح أن يكون مضاربة. هذه قضية من القضايا التي نريد أن نذكر الإخوان بها. للأسف يعني الشيخ ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى جعل له القبول في وسائل الإعلام وفي قنوات، وكل يوم في قناة ويقول هذه الآراء دون أن يقول يعني ده يعني يذكر الرأي القوي والراجح ويقول هذا هو المعول عليه. يجب على العالم إذا كانت المسألة فيها خلاف يقول والله فيها خلاف، لكن الرأي الراجح هو الرأي الفلاني وأدلته كذا وكذا، وبلاش يذكر الآراء الضعيفة أو الآراء التي ليست لها أدلة ولا قرائن قوية. هذه كلمة، احنا كل درس بنحاول نجيب قضية ونحاول يعني نبسط الكلام فيها حتى ننبه الأذهان وننبه المسلمين إلى خطورة يعني هذه القضايا.
قوله تعالى لا تكونوا ربا اضعاف مضاعف من ذلك فلا تقل لهم اسم ذنبه الله سبحانه وتعالى على الاعلى حتى نترفع عن الدناية منه. لا هو الجاهلية الربا اللي كان موجود في الجاهلية كانت فيه قضية خطيرة جدا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت سقيف تتعامل بالربا مع بني المغيرة في مكة وكانت عندهم أموال كثيرة جدا بالربا، فلما جاء الإسلام ونهى عن الربا أحل الله البيع وحرم الربا، يعملوا إزاي؟ عاوزين أموالهم. قال لا والله نزل القرآن وقال الربا حرام، وكانت قضية كبيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال كل ربا موضوع يعني باطل، وأول ما أبطل أو أول ما أضع ربا عمي العباس، أول ما أضع أبطل ربا إيه عمي العباس. بدأ بعمه حتى إذا كانت الحكم الشرعي يعني يبسط على العم من باب أولى لإيه الناس الأباعد والأجانب، عمه وصاحب أفضال عليه كان زمان، لكن مع ذلك لم يترك الربا الذي كان له على الناس وقال هو باطل وممنوع أنك أنت تطالب الناس بإيه بهذه الأموال الربوية. بعد هذه القضية التي عرضناها عرض وجيز ندخل في موضوعنا وهو إيه مع الإمام النووي إن شاء الله. بعد نهاية الدرس مع الإمام النووي هنفتح باب الأسئلة لإخواننا اللي هم لهم بعض الأسئلة إن شاء الله. عندنا في بداية كلامنا مع الإمام النووي ذكر لنا حديث طويل يريد يعني تستمعوه، وهو فيه معاني عظيمة جدا. يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب،
فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. حديث متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه ثلاث قضايا، لكن في قضية تجمع بين هذه القضايا الثلاث، وهي إيه؟ الإخلاص في العمل، الإخلاص في التوجه، الإخلاص في القول. الحديث يدور كله حول الإيه؟ حول الإخلاص. الأول يقول: أن له أبوان شيخان كبيران، بر الوالدين له درجات عظيمة عند رب المولى تبارك وتعالى. وهذا الرجل قام ببر والديه، كيف كن هو تأخر قليلا، نام والصبية والزوجة جائعون، ومع ذلك أبى أن يقدم الطعام للزوجة والأولاد انتظارا ليقدم الطعام لأبويه أولا، وظل يحمل الطعام حتى استيقظ في الصباح ساعات بالليل وهو ينتظر استيقاظ والديه ليعطي لهما طعامهما، ثم بعد ذلك يطعم أهله ويطعم أولاده. درجة عالية من بر الوالدين، درجة عالية من بر الوالدين، وخصوصا أنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ليس فيه رياء، ليس فيه سمعة، لا يريد أن يقول الناس أنه كان يبر والديه، لا يريد أن يقول الناس أنه كان رجل صالح مع والديه، لا يريد أن يقول الناس أنه فعل مع والديه، لا، هذا في مكان يعني لا يراه في أحد داخل البيت، لكن كان فيه إخلاص العمل لوجه الله تعالى. ولذلك حين دعا ربه بأني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك يا رب، استجاب الله له، والاستجابة عجيبة، صخرة صماء لا تسمع ولا تعي ما يقال أو ما يعني يذكر، لكن مع ذلك تزحزحت الصخرة بقدرة الله تبارك وتعالى، حتى رأوا شيء من النور دخل عليهم من الغار لكنهم لا يستطيعون الخروج منه. الآخر لا، هو قضية أخرى، قضية زنا مع أحب الناس إلى قلبه، بنت عمه فقيرة وأراد أن يزني بها، وده الابتلاء الذي يبتلى به أصحاب الأموال، يستخدمون الأموال فيما يغضب الله، عنده مال، لكنها رفضت حتى جاءت سنة من السنوات ثقيلة عليها وعلى أولادها، وليس لها ما تقتات منه ولا تقيت أولادها، وانسدت الأبواب أمامها، اضطرت لتذهب إليه ويعرض عليها ما كان يعرضه سابقا. في هذه الحالة رفضت مبدئيا، ثم حينما جلس إليها وأراد أن يفعل بها الفاحشة قالت: يا هذا، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. سبحان الله، شوف كل هذه المراحل، ده المرحلة الخطيرة هو
مرحلة خطيرة، خرجت الكلمة من أعماق قلبها، والمولى تبارك وتعالى فتح لها أعماق قلبه، فوصلت الكلمة من أين؟ من قلبها إلى إيه؟ إلى قلبه، فقام عنها وترك لها 120 دينار في ذلك الوقت، لها مبلغ كبير جدا. ثم قال: اللهم إني تركت هذا العمل لوجهك خالصا خالصا، وقد علم الله إخلاصه في هذا. فتزحزحت الصخرة، رأوا النور اتسع ودخل إليهم يعني بقدر أكبر إلى الغار، ولكن لا زال لا يستطيعون الخروج منه. تقدم الثالث يعني بفعله الذي أخلص فيه لله هذا العمل، طبعا أمر نادر، ولكن المولى تبارك وتعالى ضربه مثلا لنا من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم. أجرى كل واحد له يعني تعرف بيعطيه صاع من الطعام، قد تكون مدين، قد تكون كيلة، قد تكون يعني كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو يعني. لكن صاحبنا استقل هذا الأجر ومشى، لكن بعد 7 سنين 8 سنين اشتدت عليه الظروف، وتذكر أنه له أجر عند فلان الفلاني هذا الرجل الغني، فذهب إليه قال: يا هذا، أنا عملت عندك منذ كذا وكذا وكذا، ولي أجر تركت ولم أخذ، الآن أنا في أشد الحاجة إليه. قال: نعم، وأنا هذا الأجر ثمرته لك بالبيع والشراء والتجارة حتى حصل منه هذا المال الكثير أمامك، غنم، جمال، بقر، حتى الرقيق. يا هذا، أتستهزئ بي؟ قال: لا أستهزئ بك، هذا مالك فعلا، وأنا ثمرته لك لوجه الله تبارك وتعالى، ثمرته لك لوجه الله تبارك وتعالى. فعلم الله منه إخلاص قلبه في هذا العمل، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. واضح الإخلاص في الأعمال الثلاثة، واضح على أن الله سبحانه وتعالى سمع دعاءهم، واضح على أن الله سبحانه وتعالى اكتشف صحة ما قالوا وإخلاصهم فيما قالوا. لذلك المولى تبارك وتعالى زحزح الصخرة عن فم الغار فخرجوا يمشوا. الحديث ده فيه معاني عظيمة جدا، فيه على أن العمل الصالح تفتح له أبواب السماء. العمل الصالح اللي هو إيه؟ اللي فيه إخلاص، العمل اللي فيه إخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص يعني خالي من الرياء، خالي من السمعة، خالي من قيل وقال، لأن الرياء يبطل العمل، السمعة تبطل العمل. فلذلك لما حين أدرك المولى أو المولى رأى أنهم مخلصون في قولهم وفي أعمالهم تبارك وتعالى استجاب دعاءهم ويسر لهم الخروج من الغار، وزحزح عنهم عن الغار هذه الصخرة العظيمة فخرجوا يمشون. ياريت نأخذ من هذا الحديث هذه المعاني، معاني الإيه؟ الإخلاص، الإخلاص في القول، الإخلاص في العمل، الإخلاص في العبادة، الإخلاص حتى في العلم، في طلب العلم. طلب العلم إحنا مشكلتنا يعني، وربما هذه مشكلة الجميع، كلنا نطلب العلم للشهادة حتى نحصل على الراتب، حتى نحصل على العمل، حتى نحصل على يعني وظيفة. لكن لو طلبنا العلم لله عشان أنا أستفيد به يعني أفقه نفسي، ثم أفقه من حولي من الناس، ثم تأتي الوظيفة فيما بعد، هتأتي الوظيفة. فلو إحنا
أخلصنا النية لله تبارك وتعالى هيكون المعنى يختلف تماما. بدل ما تروح أنت إلى أهلك بشهادة تروح لهم بالعلم مع الشهادة. العلم تنفع به نفسك، تنفع به أهلك، تنفع به المسلمين، والشهادة سترتزق بها إن شاء الله. لذلك نرجو أن نخرج من هذا الحديث بهذا المعنى العظيم، وهو إيه؟ الإخلاص. الإخلاص في العمل، أن يكون العمل لله تبارك وتعالى، الصدقة لله خالصة، الكلمة الطيبة لله، النصيحة لله، كل عمل من أعمالنا ينبغي أن يكون لله خالصا دون فيه نظر إلى ما يقول الناس أو يعني يراء فيه الناس أو يسمع به الناس. هذا هو المعنى العظيم اللي احنا نخرج به من هذا الايه الحديث. في حد له استفسار في معاني الحديث اللي احنا قلناها؟ ايوه هو سؤال فكري يعني. ايوه هذا الرجل الذي ثمر المال، ايوه لو خسر هذا المال، نعم، هو ضامن له ام لا؟ لا، هو غير ضامن، لأنه يعني مضارب فيه، مضارب، مضارب لوجه الله، هو مضارب لوجه الله. وما دام مضارب لوجه الله كما قلنا قبل قليل أن المضاربة أمانة. أنا إذا أعطيت مالي لشخص قد ضارب فيه، وما تكسبه بيني وبينك، في هذه الحالة أنت تأخذ نصف المكسب وأنا أخذ نصف المكسب والمال لصاحبه. لكن إذا خسر المال لا شيء على العامل، لأنه أمين على هذا المال. فكذلك هذا الرجل أمين على هذا المال. يعني لو أتاه رجل قال أعطيني أجري، قال ضاربت به فخسر، فليس لك عندي شيء؟ أي نعم، إذا كان إذا كان خسر حقيقة، نعم، إذا كان خسر حقيقة حتى، حتى إذا كان خسر حقيقة لا حرج عليه في هذا. ما هو ده أحكام مضاربة. أخوانا طلاب العلم معنا في الجامعة عم ندرس لهم باب المضاربة، هو إيه؟ تعطي المال لشخص ليعمل به، ثم إذا كسب تقتسم معه المكسب، خسر لا شيء عليه، لا شيء عليه. ما احنا ما هو ده مشكلتنا الأحباب الذين يقولون إن أنا بضع مالي في البنك عشان يضارب فيه. كيف يضارب البنك في المال؟ هل أنت تقبل بشرط المضاربة؟ تقبل بشرط المضاربة؟ إيه شرط المضاربة؟ أن المال إذا احترق أو إذا خسر أو إذا ضاع البنك لا يتحمل شيئا. هل ترضى بهذا؟ نعم. وحضرتك واحد قال لنا شهادتك أنت بالمجهود وأنا بالمهن. أي لو المال ده خسر مثلا 4000، أي بعد كده كسب 4000 يبقى أنا 2000 وهو 2000؟ لا، المكسب يعوض الخسارة، المكسب يعوض الخسارة. يعني أنا اشتغلت في المال ثم خسر، ثم يعني كسبت 4000، لكن اشتغلت واشتغلت وخسر 4000، هذا المكسب يعوض الخسارة، ولا شيء للعامل، ولا شيء للعامل. بعد إذنك يا سيدي، لو واحد عايز يحتفظ بالمال بتاعه بس في البنك مجرد احتفاظ، ما ياخدش منه فايدة أو حاجة، اللي عاوز يعمل هذا العمل في صناديق خاصة في البنوك، تقول له اديني صندوق ومعك مفتاحه، تحط مالك في الصندوق، ثم في نهاية كل سنة أو كل شهر عاوز تروح تفتح الصندوق تأخذ من مالك، بس هياخذ منك يعني مقابل أجر عن أمانة مقابل مصر. الحراسة بس في مبلغ بنحطه مثلا في البنك أو في أي هيئة معينة، يعني الهيئة دي بتاخده بتشغله وبيطلع فايدة. أيوة. الفايدة ديت مش المفروض بتبقى حالات كده ولا؟ ما أنا بقول هل البنك إخواننا الحتة اللي ما يعرفوش أكثر الناس، ممنوع على البنوك المصرية تحت القانون إنشاء البنوك أن تعمل أعمال أو مشروعات بأموال الناس، ممنوعة قانونا أنها تعمل مشروعات بهذه الأموال. أما الإيه؟ أنت تعطيها المال وديعة،
يعتبر قرض، وهي تقرضه للمقاولين أصحاب المشروعات مقابل 20% أو 18%، تعطيك أنت 8% أو 6% ويأخذ البنك لإيه؟ الباقي. في هذه الحالة أنت خدت فايدة، وهي الفايدة حرام، والبنك أيضا حصل على الفايدة والفايدة حرام. البنك ممنوع، البنوك المصرية أخواننا ممنوعة أن تعمل مشروعات بأموال الناس. طيب البنك أو أي هيئة تانية برضو بقى الفايدة عندها حرام ولا البنك بس؟ لا، مش كل نظام المضاربة هو الذي أباح لون الشارع. نظام المضاربة يا أخوان، نظام المضاربة أن تعطي شخص مالا وتقول له ضارب فيه وما تكسبه بيننا وبينك، وإذا خسرت لا حرج عليك في هذا. هذا هو النظام المضاربة. ده اللي بقول حضرتك، المضاربة كده حضرتك بتطلع من طرفين، هو الراجل ده ضارب من غير ما حد يقول له، ضارب لوحده كده. أيوه. طيب يبقى لو أتلف المال عليه ان هو يضمنه، لان هو لم يوكل من الشخص الاخر اللي هو صاحب المال اللي هو اللي هي في الاصل انها اجرته. لا، هو ليس هناك شرط ان يشترط عليك، لكن نظام هو استخدم المضاربه دون ان يوكله، ان الاخر رجل فقير وما كانش يفكر ان صاحبنا ده هيشتغل في هذا المال، انما هو نصيحه واخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى عمل في هذا المال، حتى ولذلك هو لم ياخذ منه شيئا، يقول لك استاقه كله ولم يترك شيئا. هل هناك اعتبار في لو حضرتك لو الفايده ما تغير هو برضو من اللعبه، هذه لعبه برضو قيلت لنا احنا هنعمل الفايده مش فايده ثابته 5% من راس المال، لا هنعملها ايه سنه 6% وسنه 7% وسنه 4% وسنه 6%. هذه تلاعب في الالفاظ يا ابن، هذا تلاعب في الالفاظ. انا بقول انا ناخذ مالك في اخر السنه نعمل ميزانيه، ما يكسبه هذا المال نقتسمه انا وانت بالنصف او بالثلث او غيره، وانت تاخذ راس مالك. ده نظام المضاربه يا اخوان. لكن كون انا اديتك السنه دي 6% من راس المال والسنه الجايه 7% ثاني 3%، لا قيمه لهذا التلاعب، لا قيمه له. لا يا ابني لا، انا بقول اللي عاوز يعمل مضاربه لازم يستخدم احكام المضاربه فعلا. يعني ما فيش حاجه حضرتك اسمها البنوك الاسلامي؟ نعم، يعني ما فيش حاجه حضرتك اسمها البنوك الاسلامي؟ البنوك الاسلاميه عندنا بالاسم، في باسم فقط. يعني حرام ده. اعظم معظم البنوك عندنا يمكن بنك واحد، ولا وحتى البنك ده فيه اخطاء كثيره جدا، البنك الاسلامي الموجود عندنا فيه اخطاء كثيره جدا، وانا يعني بنصحهم لكن حتى الان لا نتيجه لهذه النصائح. بنك فيصل الاسلامي. أي. يعني حضرتك برضك حرام كل البنوك تعتبر كده؟ للاسف كلها ترفع رايه المعامله الاسلاميه ولا يتعاملون بالمعامله الاسلاميه. شوف مما يؤسف له انا يعني كانت بعض الجهات في امريكا يعني يستدعونني عشان نلقى محاضرات للجاليات الاسلاميه هناك، فتعرض علينا مشروعات البنوك هناك. للأسف الأمريكيون يقتطعون جزء من أموالهم ويطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية في ميزانية مستقلة. حضرتك شوف هذه الأحكام 100% مطابقة للشريعة الإسلامية. طيب إخواننا الآخرين المسلمين المشروعات بتاعتهم ربا 100%. ده في واحد عنده يعني مشروع يقول لك ايه عنوانه لا ربا، عنوان المشروع كده هو لا ربا، اليافطة كده هو بتاعت لا ربا، بنك كبير كبير اسمه ايه لا ربا. لما نظرنا في الشروط بتاعته وجدنا ده في وسط الربا، ده مغروس في الربا. ليه بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا دلوقتي تودع في البنوك بيطلع لها فايده، بيعملوا ايه في الفايده؟ نعم؟ نعمل ايه في الفايده اللي بتطلع لها؟ تعمل فيها يعني اذا كان هناك مشروع عام، مشروعات العامه، طرق تسفلت، مدرسه تبنى، مستشفى يبنى، هذه توضع فيها الاموال العامه دي، لكن لا تضعها في مسجد ولا تأكل بها خبزا ولا تعطيها للفقراء،
إنما هذا مال خبيث للأسف يوضع في مشروعات العامة. نعم. حتى عن أبواب السادة الملكية، في من ضرب بالمال ثم أتلفه تقصير منه؟ لا، التقصير حاجة تانية. إذا كان العامل قصر في إدارة المال أو في حفظه، يتحمل العامل مسؤولية التقصير وعدم المحافظة. هذا عند جمهور الفقهاء. العامل لابد أن يبذل جهده في الحفظ وفي تحريك المال وفي حراسته، فإذا قصر في شيء من هذا فيتحمل مسؤولية هذا التقصير. نعم. خلال هذا الحديث ممكن من الفوائد فيه التوسل، وليس هناك اختلاف في التوسل إلى الله مباشرة وبأعمال الصالحة كما بيّنت الحديث، فكيف التوسل على رجال الصالحين أو أولياء الله الصالحين؟ هو الحديث فتح لنا باب عظيم، وهو باب الإيه؟ باب التوسل إلى الله. التوسل إلى الله بإيه؟ بالعمل الصالح. التوسل إلى الله بالعمل إيه؟ بالعمل الصالح. إذا أنت عملت عملا صالحا لم يراك فيه الناس، وقلت يا رب أنا عملت هذا لوجهك، اشرح صدري، اكرمني في بيتي، اكرمني في زوجتي، اكرمني في أولادي، الدعاء سيقبل ما دام فعلا كنت مخلصا في هذا العمل. باب فتح لنا باب، لكن التوسل بالصالحين ده باب يعني ريت احنا قلنا، حد سألنا هذا السؤال قلنا هنتكلم في آخر الدرس إن شاء الله. التوسل ما حكم التوسل بالصالحين إن شاء الله؟ نعم. هو أنا قلت في بداية كلامي البنوك تغولت عندنا، وأصبح كل التعامل مع مين؟ مع البنوك. اللي عاوز يشتري سيارة يروح المعرض، والمعرض يحوله على البنك. عندنا نظام إسلامي، لكن للأسف حتى البنوك الإسلامية اللي عايزين يتعاملوا به بيلخبطوا فيه. إيه حاجة اسمها بيع المرابحة للآمر بالشراء. بيع المرابحة للآمر بالشراء. أنت راجل مثلا سواق عاوز تاكسي عشان تشتغل عليه، تروح المعرض تقول والله أنا عاوز تاكسي من الصنف الفلاني. الراجل بتاع المعرض يقول لك والله معك نقدا، يقول لك لا معيش نقد. طيب شوف لك بنك من البنوك، تروح للبنك يقول لك اللي بيحصل بالبنك ايه، يقوم يتصل بالتليفون السيارة الفلانية رقم كذا بنظام كذا 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 بكم مبلغ كذا، انا هدفع لك هذا المبلغ واحطه لك في البنك باسمك وسلمه لايه السياره. هذا ما يصحش. ايه اللي صح؟ المفروض البنك يروح المعرض ويشتري السياره باسم البنك، ثم ياتي للشخص الذي قال له تعال اشتري مني السياره. اذا انا اشتري السياره منين؟ مش من المعرض، اشتريها من مين؟ من البنك. فيه اذا فيه عقد بين البنك وبين المعرض، وفي عقد تاني بين البنك وبين ايه الشخص شاري السيارة. وبعدين الامام الشافعي بيقول يعني ايه كمان في حاجة تانية تالتة، وهي ايه؟ ان يكون صاحب الراجل المشتري ده له حرية الاختيار. ممكن بعد البنك ما يشتري يقول والله انا مش عاوز السيارة، هذا من حقه. يعني الامام الشافعي هنا وضع هذه القاعدة، بيع المرابحة للامن والشراء فيها ثلاث اركان. الركن الاول هناك عقد بين الممول اللي هو البنك وبين المعرض، وفيه عقد آخر بين البنك وبين الشخص طالب الشراء، وفيه حاجة حرية الحركة، حرية الاختيار. تمت الشراء ولكن الأولاد في البيت قالوا احنا مش عاوزين خلاص. البنوك عملوا حيلة. ايه الحيلة دي؟ عند المالكية في قاعدة. ايه القاعدة دي؟ أن الوعد ملزم. الوعد ايه؟ ملزم. دي من مذهب المالكية. الوعد ملزم اخذوها بصفة عامة عن المالكية، عندهم الوعد ملزم. انا حضرت مجمع الفقه الاسلامي في جدة في سنة من السنوات، وجدتهم يقولون هذا الكلام. قلت لهم والله
المالكية عندهم الوعد ملزم في حالة واحدة. إيه الحالة دي؟ إذا أنا وعدت واحد ثم الواحد أخذ وعدي وتعاقد مع الآخرين بهذا الوعد، أصبحت أنا ملزم أمام الله وأمام القضاء بأني أعطيه ما وعدته به. يعني أنا قلت لك يا فلان ليه لم تتزوج؟ قال والله مش لاقي مبلغ من أدفعه مهرا. يا سيدي تزوج المهر علي. فراح فعلا راح تعاقد مع رجل وعقد زواجه على وحده، أصبحت أنا إيه؟ ملزم. ليه؟ لأنه أخذ وعدي وبنى مشروع عليه، بنى عقد عليه. في الحالة دي المالكي يقول لا، أصبحت أنت ملزم أمام الله وأمام الناس أنك أنت لازم توفي بوعدك. لكن في غير هذه النقطة المالكي عندهم الوعد غير ملزم، فالناس يخلطون. مدام سمع المالكية الوعد ملزم أخذوه بصفة إيه؟ بصفة عامة. أصبحت المنو يقول لك خلاص المالكي عندهم الوعد ملزم. لا، الوعد ملزم في إيه؟ في حالة ما إذا كان الموعود التزم بإيه؟ بمشروع أو بمعاملة مع الآخرين، أصبحت أنا ملزم بهذا. لكن ما دام هو لم يلتزم الوعد لا زال وعدا، الوعد هو الوعد. لا 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 لا، أنت حضرتك تشتري من البنك وتبع علاقتك بين بالبنك بحيث لو ظهرت عيوب في السيارة لا صلة لك بالمعرض، ترجع بعيوبك على إيه؟ على البنك. طيب هذا سؤال جميل، بس خلينا ايه يعني معي حديث ثاني نذكره في الحلقه بتاعتنا، ونفتح الباب للايه لمناقشه الطيبه الحلوه دي. الحديث ده يتعلق بايه؟ بالتوبه. المولى تبارك وتعالى يقول: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. حديث الوردة في التوبة حديث عظيمة، ونحن في أشد الحاجة إلى التعرف عليه. التوبة هي إيه؟ التوبة هي الرجوع. لكن حتى تكون التوبة حقيقية العلماء قالوا: هل التوبة من معصية بينك وبين ربك، ولا من معصية بينك وبين الخلق؟ إن كانت بينك وبين ربك إذن أنت مطالب بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تقلع عن المعصية فورا. الشرط الثاني أن تندم على فعلك المعصية. الشرط الثالث أن تعزم على ألا تعود إليها. دول الثلاث شروط. يعني أنت مثلا تارك للصلاة، خلاص أنا هبدأ أصلي ونبدأ على طول ونستمر. أنت ما عندك مال ولا تزكيه، إذن أنا أبدأ أزكي حتى السنوات الماضية. علي صيام أبدأ الصيام علي، وهكذا. إذا كانت المعصية بينك وبين إيه؟ ربك. أما إذا كانت بينك وبين الخلق، هنأتي بشرط رابع مهم جدا، وهو أن تعود الحقوق إلى أصحابها. يعني أنت ظلمت واحد أخذت منه مالا، عشان توبتك تقبل بعد الثلاث شروط دول أن يعود الحق إلى صاحبه. قل يا فلان أنا ظلمتك في أخذ هذا المال، هذا المال ماله. احنا عندنا تجينا يعني أسئلة كثيرة جدا من أبنائنا وأولادنا الشباب اللي هم بيشتغلوا في المحلات. يقول لك والله أنا أيام كنت اشتغل في المحل الفلاني، لكن كنت أخبي بعض النقود من صاحب المحل.
لكن أنا عاوز أتوب، عاوز أتوب. السؤال ده كتير جدا. الله، ممكن تتوب في حالتين. الحالة الأولى أنك أنت تذهب إلى صاحب المحل وتقول والله أنا عملت كذا وكذا وكذا وأنا أرد إليك هذا المال. هذا إذا كان المسألة هتعدي بسلام وصاحب المحل ربما يعني يشتد معاك وربما يحولك إلى البوليس. طيب أنا خايف مش قادر أكلمه. طيب في الحالة دي المال الذي أخذته تصدق به عن صاحبه، تقول هذا المال بتديه للرجل الفقير، هذا المال صدق عن فلان، هذا المال صدق عن فلان، حتى تؤدي ما عليك أو ما أخذته من هذا المحل ثوابا لمين؟ لهذا الرجل. إذن بالنسبة لحقوق العباد لابد أن تعود الحقوق إلى أصحابها. حقوق الله بينك وبينه، لكن حقوق العباد لابد إيه؟ أن تؤد. ظلمت واحد، شتمت واحد، أهنت واحد، اغتبت واحد، هذه أمور أنت في حاجة إلى سدادها، لازم هذه الحقوق ترد إلى أصحابها. إذا ردت إلى أصحابها تقبل توبتك، أما إذا لم ترد إلى أصحابها فإنها لا تقبل. وأتذكر في هذا المكان من حوالي سنوات، يمكن 7 سنين 6 سنين 5 سنين، حصلت مناقشة بين وبين رجل فقيه كبير هنا وكان موجود في هذا المكان، وكان معنا طلاب العلم. واحد كسب مالا كثيرا من الربا أو من المخدرات ويريد أن يتوب، فسأل الشيخ قال والله ممكن يتوب من الآن ويحتفظ بالأموال التي حصل عليها خلال المرحلة اللي فاتت كلها. إذن هذا هيعيش في إيه؟ يعيش في بحبوحة، لأنه امتلأ ديوبه وخزائنه بالأموال الحرام. أنا أنت رأيك إيه يا شيخ فلان؟ سموني شيخ فؤاته. أنت إيه رأيك؟ قلت لهم رأيي أن الرجل عشان حتى تقبل توبته لابد أن يتخلص من المال الحرام كله، يرجع كما كان يوم أن بدأ هذا العمل، يعني يحتفظ بسكن البيت فقط، إن كانت سيارة مثلا صغيرة، إن كان حاجات الضروريات التي تعيشه في الحياة، أما بقية الأموال لابد أن يخرج منها حتى تقبل إيه؟ حتى تقبل توبته. لا أنا كما قلت يبقي الشيء القليل الذي يقوته هو أولاده، ويبحث له عن عمل، يبحث له عن عمل حتى يعيش من حلال. المهم طبعا حصلت مناقشة كثيرة وروحنا كل واحد روح، فجاني أحد الطلاب اللي كانوا موجودين في الحلقة اللي كنا نتكلم فيها، قال والله أنا رأيت رؤية. إيه الرؤية دي؟ قال والله إحنا كنا مع حضرتك وكان معنا الشيخ اللي كان يعني يقول بالرأي الآخر، وانت عزمتنا إلى مطعم وكلنا ذهبنا معاك بما فينا الايه الشيخ اللي كان معنا، فإحنا يعني اتعزمنا معاك على المطعم اللي انت عزمتنا عليه. قلت والله الرؤية دي طيبة، هذه الرؤية تدل على ايه؟ على أن رأيي هو الايه هو الصواب، كون أنا عزمتكم وأنتوا رحت معاي معناه رأيي كان هو الإيه؟ كان هو الصواب في هذا المكان، في هذا المكان. يعني الحقوق لابد أن ترد إلى أصحابها، عشان تقول أنا تبت لابد أن ترد، يرد الحق إلى إيه؟ إلى صاحبه. طيب افرض الحق كان تقصير في حقوق الوالدين، لابد أن تعود إلى والديك وتبرهما وتطلب منهما السماح عن التقصير السابق
تبدأ حياة معهم جديد. طيب افرض كان تقصير في حقوقي مع جيراني، برضو تستسمحهم عما فات وتبدأ حياة جديدة معهم. افرض كان التقصير في صلة الأرحام، برضو تستغفر الله عما مضى وتبدأ يعني حياة جديدة معهم، تصل رحمك. إذن كل تقصير في حق هؤلاء لابد أن يتوقف، ثم تستأنف الحياة بإعطاء كل ذي حق الإيه حق. المعنى ده معاني عظيمة جدا، معاني عظيمة جدا، أنك أنت تستأنف حياة غير الحياة السابقة، هذه الحياة التي كان فيها ظلم، كان فيها تقصير، كان فيها يعني ترك لحق من حقوق الله، أنت الآن تريد أن تكون إنسانا مسلما جديدا. إذا في هذه الحالة تستغفر عما مضى، وإذا كان هناك مظالم تسددها، ثم تستأنف الإيه الحياة الإسلامية الإيه الجديدة. ممكن إذا سمحت، إذا سمحت نفسها سمحت. بس في حاجة العلماء يقولون إيه، أن المرأة إذا سمحت لزوجها عن شيء من مالها، أو إذا وهبت شيء من مالها، فلها الحق أن تعود إليه وتطلبه مرة أخرى. ليه؟ قالوا المرأة أو الزوجة لا تهب لزوجها أو تعطيه مالا إلا رغبة أو رهبة، لا تعطي زوجها مال إلا إيه؟ رغبة أو رهبة. إيه رغبة؟ تريد منه حب زيادة شوية، تريد منه إقبال شوية، تريد منه القرب زيادة شوية فتعطيه. أو رهبة، خايف أحسن يتجوز عليها، خايف أحسن يعني إذن المرأة لا تعطي زوجها مالا أو هبة إلا في إحدى الحالتين، إما إيه رغبة أو رهبة. ولذلك قالوا المرأة لها الحق أن تعود فيما وهبته لإيه لزوجها. الحديث التوبة الحقيقة حديث جميل وعظيم، ويريد ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان بالتوبة يعود إنسان آخر غير الإنسان الذي كان يظلم، كان يقصر، كان يعني يغفل عن حقوق الله. فلذلك الحديث الذي يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام حديث أيضا جميل، بيقول فيه إيه، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ده رواه البخاري. والحديث الآخر، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. 70 مرة وفي إيه الأول رواه البخاري، والثاني رواه مين؟ الإمام مسلم، وكلاهما حديث صحيح. الله المصطفى عليه الصلاة والسلام يتوب من إيه؟ لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. السيدة عائشة رأت المصطفى عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدماه، يا رسول الله لما هذا كل هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا قال لها؟ يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إحنا المولى تبارك وتعالى أعطانا من النعم ما لا حصر له، ما لا حصر له. حضرتك لو أنت جلست إلى نفسك وتذكرت النعم التي أنعم الله بها عليك لا تنتهي، لا تنتهي من الحصر. ولذلك كان في واحد له صديق بيقول له والله إذا التجارة بتاعتي خسرت، أنا خسرت في تجارتي 100,000. قال له طيب تعال نجلس مع بعض، أنت لو واحد عرض عليك يشتري منك أحد عينيك 100,000 ترضى؟ قال لا مش ممكن. طيب اشترى منك الذوق الموجود في اللسان، الذوق الموجود في اللسان 100,000 ترضى؟ قال لا مش ممكن. طيب عرض عليك يشتري منك
الشم الموجود في الأنف بمئة ألف ترضى؟ اشترى منك كلية بمئة ألف، رجل، يد، أنت إذن تملك إيه؟ مئات الألوف. تحزن على مئة ألف بس وأنت تملك مئات الألوف؟ أه؟ كل هذه نعم، هل إحنا شكرنا الله سبحانه على هذه النعم؟ ها؟ يعني الإنسان لما يصحى ويشوف مثلا يرى طيب ويأكل طيبا ويشم طيبا ويمشي طيب، هل هذه مش كلها نعم دي؟ ألا تحتاج هذه النعم إلى شكر؟ فلذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يطلب مننا إيه؟ دايما الاستغفار، ودايما إيه؟ التوبة عن التقصير في إيه؟ في شكر النعم، في شكر إيه؟ النعم. آه، يعني مش التوبة من الذنب الكبير، لا، في ذنوب صغيرة أنت قد لا تراها، فيه تقصير في حق الله، فيه أمور غفلة، في غفلة. آه، يعني الإنسان كل لحظة تمر عليك وتغفل عن الله فيها تقصير، فيها تقصير. آه، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بتقصيرنا وأن يوفقنا إلى التوبة من هذا التقصير إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد، ونفتح الباب للأسئلة. طيب تفضل. السائل يقول: فضيلة الإمام، أريد أن أتزوج ابنة عمي والتي تصغر عني بسنوات. أيوة. وكانت قد رضعت من أمي مصات قليلة لا تتعدى الثلاث، فهل يجوز ذلك؟ نعم، بالنسبة لمن رضعت من أمك تعتبر أختا لك، التي رضعت من أمك تعتبر إيه؟ أختا لك، لا يجوز لك أن تتزوج منها، ولا هي يجوز لها أن تتزوج، لا أنت ولا أحد من إخواتك جميعا، لأنها أختكم وبنت أمكم من الرضاعة، لكن لك أن تتزوج من أخواتها، له أن يتزوج من أخواتها، وأي أحد من إخواتها البنت له أن يتزوجها، لكن أنت بالذات، أنت أخواتك كلهم بنين، لا يجوز لكم أن تزوجوا من هذه البنت لأنها صارت إيه؟ أختكم من الرضاعة. نعم. يشترط عدد الرضاعات. الإمام الشافعي بيشترط خمس رضاعات، لكن العدد ده مشايخ قال به الشافعية والحنابلة، لكن المالكية والحنفية بيقولوا العدد ده يعني يصعب ضبطه، لأن المسألة دي تبقى في الصغر في سن سنة واحدة، والزواج يكون بعد سن العشرين، هل يتذكر الناس عشرين سنة كم رضع؟ هل أحد يتذكر أن فلان ده رضع من فلان ده ثلاث رضعات، أربع رضعات، خمس رضعات؟ هل حد يتذكر هذا؟ لا، إحنا مجرد الرضاع هذا يغلق الباب على طول. نعم 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 نعم. السؤال الثاني: فضيلة الإمام، أعمل مدرسا في المدارس الخاصة، وأتيحت لي فرصة عمل في مدارس الحكومة بقدر 200 جنيه في محافظة بعيد عن إقامتي، وأدفع 100 جنيه لإدارة المدرسة مقابل عدم حضوري لعدم كفاءتهم لحاجة أسرتي، على أني أعزم الحصول بعد ذلك على التعيين الرسمي. هذا لا يجوز. الاستنابة في الوظائف يا مشايخ، الاستنابة في الوظائف مقابل عمل لا يجوز. المالكية عندهم كتاب مؤلف في هذا، وابننا عصام الليبي حقق هذا الكتاب، ممنوع الاستنابة في الوظائف، لأن الوظيفة دي أنا ما عينتك إلا لأنت فلان الفلاني ومؤهلاتك كذا وكذا، كونك أنت لا تعمل وتعطي واحد أجر يعمل بدالك هذا لا يجوز، لأن لا أنت ولا مؤهلاته وإلاتك متوفرة في الشخص الآخر، ولذلك لا يجوز. ولذلك احنا مثل هذا الكلام نقوله للإخوة الزملاء في كل مكان في الجامعات، بعضهم يعطي المعيدين أجر عشان يدخل بداله المحاضرات، أو يعطي المدرسين المساعدين أجر عشان يدخل بداله المحاضرات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الثالث: بوليصة التأمين ما حكمها؟ دفعت 20 سنة في بوليصة التأمين فما الحكم؟ هذا لا يجوز أيضا. التأمين يا أخواننا على الحياة هذا لا يجوز إطلاقا بالنظام التجاري المعروف. ليه؟ لأن في واحد فيهم بيخسر وواحد بيكسب. إذا صاحبنا مات في وقت مبكر أهله يأخذوا هذا المبلغ كله ولم يدفع منه إلا القليل، والعكس لو طال به
أجل يعني هم هؤلاء هيكسبوا من كل شهر بيدفع كل شهر كل شهر كل شهر وبناء عليه بيكسبوا منه كثيرا وهو لم يأخذ إلا الإيه إلا القليل في النهاية. لذلك نقول التأمين على الحياة من باب الغرر لا يجوز لا يجوز تأمين على الحياة لا يجوز. نعم كل أنواع التأمين إذا كانت من باب الاختيار. إحنا التأمين على المعاشات اللي إحنا يعني باعتباره مجبرين عليه ده ما نتكلمش فيه، لكن التأمين الاختياري على السيارة أو على البيت أو على الحياة هذا لا يجوز. نعم مثلا. السؤال يقول هل الربا في غير الأصناف الستة؟ الربا في الأصناف الستة وفي غيرها ليه؟ من باب القياس. المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية يقولون الزكاة في كل ما يعني يطعم ويدخر أو ما يوزن ويكال حسب العلة اللي وضعوها. لكن هناك الإمام ابن حزم وقلة قليلة جدا من الفقهاء الأقدمين هم الذين قالوا بأن الربا أو لا يجوز إلا في الإيه أو للزكاة في الربا في الأصناف الستة فقط، أما في غير الأصناف فلا. لكن نقول الحديث وارد نعم في الأصناف الستة، لكن المذاهب الأربعة قالوا مثلها في بقية الأصناف لأن الأصناف هي اللي كانت موجودة في المدينة. إذن بقية الأصناف ما يطعم ويدخر أو يقتات ويدخر فيه ربا فيه ربا. نعم. ما الحكم لو كان الرجل بلغ نصاب الأضحية ولم يؤديها؟ الأضحية على حال هي سنة عند جمهور العلماء، بعضهم يقول إنها واجبة ولكن الرأي الأكثر أنها سنة. فإذا الإنسان يعني لم يستطع أن يذبح الأضحية فلا حرج عليه، حتى لو كان يملك يعني يبقى ترك سنة وليس عليه حرج إن شاء الله، يعني قصارى أنه ترك ثوابا عظيما لكنه يعني لا حرج عليه. السؤال الثالث ما الحكم لو دخل الإمام في الصلاة ثم كبر فنسي أنه غير متوضئ فترك الصلاة، هل تكبيرة الإحرام باطلة؟ نعم، لأنه أتى بجزء من الصلاة وهو غير متوضئ، والطهارة شرط في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة. لذلك يقول للناس الذين حوله اختاروا لكم إماما يصلي بكم ثم ينصرف. طب هل الذي يكمل يكمل من تكبيرة إحرامه ولا يكمل؟ لا لا يبدأ يبدأ لأنه لا تكبيرة الإحرام باطلة أيضا. نعم. تكبيرة الإحرام باطلة، هذا هو رأي الجمهور. نعم. لا نأخذ برأي واحد ولا اثنين، دائما احنا بنأخذ رأي الايه برأي الجمهور. نعم. بالحكم لو صلى الإمام قبل الوقت وعلمه الناس من خارج المسجد هل يكمل الصلاة؟ ده قلت هذا السؤال. ما الحكم لو صلى الإمام قبل الوقت وأعلمه الناس من خارج المسجد هل يكمل الصلاة؟ لا، على طول يسلم من صلاته ويقول للناس احنا صلينا قبل الوقت فانتظروا حتى يأتي الوقت. ما قولكم في الربا في الأموال الورقية؟ الربا في الأوراق الأموال الورقية زيها زي الربا في الذهب والفضة تماما بتمام. سيدنا الإمام مالك بيقول لو كانت الأموال عملت حتى من الرقاق رقية للجلود وتعمل بها فيجري عليها الإيه الربا. ليه؟ لأن العلة فيها ثمنية وصارت هذه الأوراق ثمنا للأشياء، ما دام صارت ثمنا للأشياء يجري فيها الربا، وهذا هو رأي الجمهور جمهور العلماء. أستاذنا الكريم تحدثتم عن التقصير في حق الجار، فماذا أفعل مع جاري إذا كان مصراً على الدوام أن يقوم بإيذائي بكافة الصور؟ وهل عدم كلامي له ومقاطعته حرام شرعاً أم ماذا أفعل وجزاكم الله خير؟ والله هو عليه أن يعمل يعني الطريقة اللينة السهلة الحنينة مع الجار ويحاول استرضاءه بكل سبيل، وإذا لم يجد وسيلة إلى هذا والجار متعنت لأسباب قد لا يذكرها. انت عارف المصطفى عليه الصلاة والسلام ايه العلاج الذي فعله؟ قاله اخرج متاعك الى الطريق. وحين يقول لك لماذا اخرجت متاعك للطريق؟ جاري يؤذيني،
هيقول ايه؟ لعن الله هذا الجار. كل اللي هيمر عليك يقول ايه؟ لعن الله هذا الجار، لعن الله هذا الجار. فالجار غصب عنه هياتي لك طائعا يقول لك معلش رجع حاجتك الى بيتك وانا نادم وانا لن اعود الى ما كان. يعني ده العلاج اللي وضع المصطفى لمين؟ لمن استمر في يعني في أذية جاره، انك انت تجعل الناس كلهم يلعنونه. كل الناس اللي مرون عليك شايفين حاجتك في الشارع، لماذا يا فلان اعمل ايه؟ جاري اذاني او جاري يؤذيني، لعن الله هذا الجار، عليه لعنة الله. صاحبنا هيأتي لك طائعا ويبص على يديك ورجليك انك انت تعيد متاعك الى بيتك ولن يتكرر منه هذا الايه؟ الايذاء. هل وليمة الزواج مثل الأضحية؟ لا لا، وليمة الزواج من السنن. المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، أولم ولو إيه؟ ولو بشاه، يعني من باب السنة. يعني إذا تركها الإنسان إن شاء الله أرجو ألا تكون عليه حرج، ولكن الأفضل والأحسن أن يعني يأخذ بالسنة، لأن احنا المولى تبارك وتعالى أكرمنا بالسنة كما أكرمنا بالقرآن، فلا ينبغي لنا أن نقصر لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا الفرض غير السنة. يا مولانا، زيارة الأضرحة وما يحدث فيها من تقبيل الأضرحة ولمس والتمسح على الضريح ظنا منه بالبركة، أن يبارك صاحب المقام أو يمس جسده البركة، أو مثلا ينذر نذرا، أو ما يحدث أو ما شبه ذلك مما يحدث في الأضرحة. أولا عندنا هذا السؤال ينقسم إلى ثلاثة أسئلة. السؤال الأول زيارة الأضرحة، نمرة واحد. نمرة اثنين: ما حكم التوسل بالناس اللي في الأضرحة؟ نمرة ثلاثة: هذا التقبيل. دول ثلاث أسئلة. أما الزيارة فهي لا بأس بها إن شاء الله. ليه؟ لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تزاهد في الدنيا وتذكر بالإيه؟ بالآخرة. كلام جميل أهو. وما في الضريح رجل ميت مقبور، قبر شأن بقية القبور. نمرة اثنين: ما حكم التوسل بهؤلاء الناس اللي هم في الأضرحة؟ التوسل بالأولياء إذا كانوا أحياء، التوسل بالناس الصالحين إذا كانوا أحياء هذا محل اتفاق في الجواز بين العلماء. خلي بالكم يا أخوانا، التوسل بالأحياء من الصالحين هذا أمر جائز ومتفق على جوازه بين العلماء. أما الأموات هل يجوز التوسل بالأموات؟ فيه رأيين، رأي يقول بالجواز ورأي يقول بالإيه؟ بالحرمة. من يقول بالجواز بيقول والله الميت أنا يعني روحه أنا بقول ببركة فلان وبأن هذا الرجل صالح أنا أدعو الله سبحانه وتعالى ببركته أن يشفيني أو يعافيني أو كذا أو كذا. والفريق الآخر الذي يقول لا يجوز التوسل بالأموات لأنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني توفي عليه الصلاة والسلام فالسيد سيدنا عبد الله بن عمر حين كان يأتي إلى قبرها عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على إيه؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي عمر بن الخطاب، ما كانش يزيد على هذا. يعني هناك رأيين. وبعدين المسألة التوسل مسألة يعني متفرعة وكثيرة، لكن ملخص القول فيها أن هناك رأيين، وعلى ما دام فيها رأيين لك أن تأخذ بهذا الرأي ولك أن تأخذ بهذا الرأي، لأن الرأيين رأيان عظيمان وألفت في هذا كتب وألفت في هذا كتب، يعني مش رأي فريق واحد ولا رأي شخص واحد، لا يعني فالمسألة يعني واسعة. ولكن كما قلت لك ملخص القول فيها هناك من يرى جواز التوسل بالأموات من الأولياء، وهناك من يرى عدم جواز التوسل بالأموات.
أما موضوع تقبيل الأضرحة ومثل هذه الأمور فهذا فعل العامة والجهلة، فعل العامة والإيه؟ والجهلة. ويذكرني في هذا قصة حصلت في عهد سيدنا مالك، يقول عطاء بن رباح كان من العلماء المشهورين، عطاء بن رباح كان من العلماء المشهورين، حتى أنه كان يقال لا يفتي الناس في موسم الحج إلا عطاء بن أبي رباح، يعني هو كان رجل إفريقي أسمر شديد السمار أشال أعور، ولكن مع ذلك رفعه الله قدره في العلم. فجاء المدينة، وكان مالك كانت فرصة بالنسبة له كون يرى عطاء في المدينة ويسمع منه العلم. لكنه رأى عطاء يأتي إلى المنبر بتاع المسجد النبوي ويقبل الإيه المنبر ويمسح على الإيه على المنبر، كيف يأخذ العلم عنه وهذا فعل الجهال؟ كيف يأخذ العلم عنه وهذا فعل الجهال؟ فرفض إيه أن يأخذ منه الإيه العلم. لكنه بعد وفاة عطاء أدرك مالك أنه خسر خسرانا عظيما بعدم إيه أخذه العلم عن مين؟ عن عطاء. فأخذ يبحث عن مين؟ عن تلاميذ عطاء عشان يأخذ عنهم إيه علم، علم عطاء. يعني العلة في هذا كما قلت عملية الإيه، يعني هذا جهل من العام، هذا جهل، يعني هذا جهل. تنصح بيه حضرتك يعني اللي يروح مثلا أي مقام عمل؟ أيوة، السلام عليكم يا فلان، رحمك الله رحمة واسعة ورضي الله تعالى عنك، ثم تدعو له بس، فقط لا غير، بس. نعم ايوه نعم، كنت نهيتك عن زيارات القبور فزوروها. نعم لا لا، زيارة عامة، زيارة عامة. هو بالنسبة لأهل القبور، السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماذا نقول إذا زرت القبور؟ السيدة عائشة ماذا نقول إذا زرت القبور؟ فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية، أسأل الله لي ولكم العافية، أسأل الله لي ولكم العافية. هذا زيارة القبور. نعم، ما أنا قلت الصلاة لا بأس بها. عند الإمام مالك يرى أنه لو كان هناك ميت مدفون ورائي، واحد مدفون أمامي، والمكان اللي أنا أصلي فيه طاهر، فلا بأس من الصلاة. هذا مذهب الإمام مالك، يرى جواز الصلاة في هذه الأماكن ما دام المكان طاهر وأنت نيتك تتجه إلى الله تبارك وتعالى. أيوة، نفس القبر اتخذ مسجد، مش مسجد، مش مسجد بجوار القبر، لا مسجد بجوار القبر، ولكن القبر نفسه اتخذ ايه؟ اتخذ مسجدا. اتخذ قبور انبياء مساجد، يعني اتخذ القبر مسجد. فوق القبر يا ابني، فوق القبر، لكن احنا بنقول المساجد المجاوره للقبور. نعم نعم. ما حكم تعامل المسلمين مع زكاة الأبناء مع البنوك في الدول غير المسلمة، بحيث أن هذه بحيث أن هذا التعامل ضروري لاستلام الراتب ودفع مصاريف الشراء وغير ذلك؟ هل التعامل مع البنك بهذه الصورة حرام مع أنه ضروري في هذه المجتمعات؟ هذه مشكلة، هذه المشكلة موجودة في الخارج ولكنها انتقلت إلينا، انتقلت إلينا. كيف؟ في قرار للأسف طلع في جامعة الأزهر، طبعا هو موجود في الجامعات الأخرى، أن كل المرتبات تكون عن طريق الإيه البنوك، تروح البنك عشان تسلم مرتب الشهر، بدل ما كان الصراف يأتي إليك بالمال بمرتبك، أصبح الآن إيه إحنا نروح البنوك عشان إيه نستلم مرتباتنا منين؟ من البنوك. طبعا السبب في هذا كثرة الاختلاسات من مين؟ من القائمين بالصرف. لكن أنا
الحقيقة تورعت عن هذا، مش تورعت يعني أردت أن أخرج من هذه الدائرة، لأن الناس حين يروني أذهب إلى هذه البنوك الربوية مجرد دخولي إليها معناه أن أنا هذا جائز، ولذلك قلت لا أنا حولوني على أخف البنوك، بنك فيصل، بنك إسلامي، صحيح في أخطاء كثيرة لكن بنك إسلامي على الأقل الناس لما حين يروني أدخل وأخرج من البنك يعني لا يجد على هذا يعني فتوى بجواز التعامل مع البنوك. فأرجو أن يكون يعني هذا العمل من الأعمال الضرورية، لأن كثرة الاختلاسات دفعت الدولة تخلي الرواتب كلها في البنوك، لكن ليس هذا من باب يعني ليس هذا من باب الصحيح. يا ريت يرجع في هذا القرار وتتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أموال الدولة دون اللجوء إلى التعامل مع البنوك بهذا الشكل. نعم. إذا بقيت الجنازة يكبر ويدعو، إذا رفعت الجنازة يكبرهم بسرعة وراء بعض وينتهي. نعم إذا رفعت نعم. الأصل في العبادة التوقف، فما قولكم في من قال أقرأ الفاتحة 30 مرة تشفى فهي مجربة أو يرفع كربك فهي مجربة؟ على حال هذه تجارب شخصية، هذه تجارب شخصية يعني لم يرد بها يعني القرآن، لكن على أي حال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن أيا كانت الآية وأيا كانت الصورة فيها إيه؟ فيها شفاء، لكن بعض العلماء يستشهد بقضية حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أبو سعيد الخدري كان معه مجموعة من الناس مروا على قوم قبيلة من القبائل عشان يقدم لهم طعام، رفضوا قدم لهم طعام. المهم قبل أن يخرجوا من القرية لدغ رئيس الحي، رئيس القبيلة لدغ، قال والله كان في جماعة من أصحاب رسول ماشيين من هنا جروا وراهم أدركوا، قال والله لدغ رئيس الحي، فهل فيكم من يرقيه؟ قال نعم. فجلس يقرأ إيه الفاتحة 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 حتى قام الرجل كأنه نشط من عقال. شوفي فخد قال له طيب استاقوا كل هذه الأغنام مقابل شفاءكم لمين؟ لرئيس الحي. فطبعا قال له طيب فرصة كل واحد قسموا كل واحد ياخذ نصيبه. أبو سعيد قال لا ممنوع حد يقرب على حاجة لغاية لما نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فاستاقوا الغنم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول حصل كذا وكذا وكذا، فقال وما أدراكم أنها رقية؟ اقسموا لي معكم بسهم. ها اقسموا إيه لي معكم بإيه؟ دلال على إيه؟ على صحة الإيه الرقية بالقرآن، صحة الرقية بإيه بالقرآن، بس دون تحديد بلاش حكاية 30 و20 و50 يعني يقرأ من القرآن والقرآن فيه إيه، بس في شرط أنك أنت مش تقرأ لتعرف أو تقرأ لتجرب، أن تقرأ وعندك يقين بأن هذه القراءة سيكون فيها شفاء، يقين بأنك أنت هذه القراءة سيكون فيها إيه فيها شفاء إن شاء الله يعني يتم المقصود. نعم. هل يجوز نعم ما انا قلنا الكلام احنا جاوبنا عليه. انا يا مشايخ انا كما قلت لكم الامام مالك سئل اذا كان الانسان في مكان وفيه قبر قدامه قبر وراه يصلي، قال نعم يصلي بس يكون مكان الذي صلى فيه طاهرا. نعم لا هنا في راي ثاني لكن احنا نقول الراي الايسر على الناس. هل يجوز للمراه ان ترتدي البنطلون على اي حال من الاحوال؟ هذه للأسف هذا مما عمت به البلوى. نعم هذا مما عمت به البلوى، لكن نرجو من الله سبحانه وتعالى يعني نعيد النظر في هذه البلاوى اللي احنا. هل أحد من الأئمة المعاصرين أفتوا؟ لا هي شوف ممكن تلبس بنطلون بس يكون الجيبة اللي بيسموها جيبة دي يكون إيه نزل غاية الركب، لو كانت الجيبة نزل غاية الركب إن شاء الله أرجو أن لا يكون بذلك بأس.
هل يجوز ليها ان تصلي بيه؟ نعم. هل يجوز ليها ان تصلي ما دام الجيبه نازله لغايه الركب؟ ما فيش مشكله. سيبك من الجيبه، انا مش عايز الجيبة. انا عايز البنطلون نفسه. ايوه، ما هو البنطلون اذا كان من غير جيبه، من غير حاجه نازله عليه، هيظهر جرم العوره. هيظهر جرم العورة. مش احنا عندنا الجو العورة نوعان، فيه عورة تشف وفي عورة ايه جرم. ايه الجرم؟ يعني البنت تظهر ثدييها كنت بارزين كده اهو، او تظهر ايه يعني فيه هدوم تكون محزقة بحيث انها تبقى جرم دبرها عالي وثدييها عاليين، يعني مثل هذه الامور. هذه الأمور لا تجوز لأنها جرم العورة، فلا يجوز سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة. لكن بالنسبة للأمر الآخر هو الشف، أن لا يكون اللباس شافا شفافا شفاف بحيث يظهر منه إيه يعني ما تحته. كلا الأمرين يعني منهي عنه، كلا الأمرين منهي عنه، سواء كان جرم العورة أو ما. نعم يا حبيبي. قول تاني. ما الحرمانية؟ ما هي الحرمانية في التبرك بقية آثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التبرك بآثار. احنا قلنا يا ابني الله يكرمك، احنا قلنا المسألة فيها رأيين، فيها رأيين، رأي بالجواز ورأي بعدم الايه الجواز. فيها رأي بالجواز، احنا قلنا من حق اي واحد يختار احد الرأيين، لان هذا له أدلة وهذا له أدلة. يعني السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها كانت محتفظة بجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان جاء واحد مريض ولا حاجة تنزل لهم هذه الجبة وتعصرها. العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو